اغتيالات غامضة وخطيرة عادت لتضرب إيران مرة ثانية، وهذه جاءت على مستوى سلسلة خطيرة للغاية واحدة من آخر. هذه الاغتيالات التي نشرت عنها التفاصيل هي جاءت ضد هذا الرجل وهو أيوب انتظاري، وهو أحد العلماء الإيرانيين المختصين في مجال الصواريخ وكذلك في مجال الطائرات المسيرة. هذا الرجل جاءت صورة له وانتشرت له وهو يقف بجانب الرئيس روحاني كما تلاحظون. هذا هو أيوب انتظاري الذي تلاحظونه بهذا الاتجاه، وهذا الرجل كان موجودا في إحدى وفي افتتاح لإحدى الشركات المهمة، وهي كما ترون هي شركة توربين، وهي شركة غدير الموجودة في مدينة يزد التي تأتي طبعا إلى جنوب العاصمة الإيرانية طهران على مسافة 500 كيلو مترا تقريبا. وهذا الرجل أيضا كان له مقطعا مصورا لهذا الرجل الذي طبعا مات بشكل مفاجئ وبشكل غامض للغاية، وهذا هو كما تلاحظون وهو يشرح عن تفاصيل متعلقة في التوربينات في هذه الشركة في وقت مضى طبعا في فترة الرئيس روحاني سابقا. بكل تأكيد هذا الرجل ما تحدثت عنه إيران والتفاصيل التي جاءت عن هذا الرجل تحديدا، قالت بأنه تسمم، أو كانت هنالك تفاصيلا وتقاريرا تحدثت بأنه تسمم ومات، وكانت هنالك تقاريرا أخرى تتحدث عن قصة مختلفة بأنه كان مريضا، ولكن هنالك تفاصيل مباشرة وحصرية كانت قادمة من منصة ألف التي ترونها هنا على موقع تويتر وعلى منصة تويتر بثلاثة تغريدات بهذا الشكل لألف شرحت فيها تفاصيل حصرية. وهذا والمثير بهذا الأمر أن التفاصيل الحصرية التي ذكرت هنا هي كانت متطابقة تماما مع نشرته صحيفة القبس التي أضافت عددا من التفاصيل الأخرى على هذه القصة التي ذكرت، وكذلك إيران انترناشنال ذكرت أيضا نفس القصة بتفاصيل أكثر، بتفاصيل طبعا أكثر دقة في هذا الموضوع. وبالتالي وعلى هذا الأساس أيوب انتظاري، ما الذي جرى لهذا الرجل بحسب هذه المصادر؟ الرجل كان مدعوا من أحد الزملاء الذين بدأوا يتصلون به في الفترة الأخيرة بشكل مكثف، ودعاه في المساء على العشاء مباشرة، وبعد ذلك وهو في الطريق بعودته إلى منزله، وأثناء عودته إلى منزله بدأ يشعر بوعكة صحية، بدأ يشعر بالمرض، بدأ يشعر بعدم الراحة، وبعد ذلك انهار مباشرة ونقل مباشرة عبر سيارات وعن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى، وهي مستشفى شهيد أو سيد الشهداء الموجودة في مدينة يزد التي ترونها كما قلنا، التي تقع إلى جنوب العاصمة الإيرانية طهران. هذه هي العاصمة الإيرانية طهران، وهي تقع بمسافة 500 كيلو مترا أو أكثر تقريبا، وبعد ذلك بساعتين توفي هذا الرجل جراء هذا التسمم بحسب هذه المصادر التي ذكرناها لكم. والمثير بهذا الأمر أن القوات الأمنية الإيرانية بدأت بالبحث، وهي لا زالت تبحث بحسب هذه المصادر عن هذا الشخص الذي دعا أيوب انتظاري العالم الإيراني المهم، ولكن هذا الرجل بحسب هذه المصادر غادر إيران تماما ولم يعد موجودا في إيران، وبالتالي هذه تدخل من ضمن العمليات الغامضة للغاية. ولكن الأوساط الإيرانية جاءت بقصة مختلفة تماما، فواحدة من القصص التي ذكرت بحسب طبعا السلطات القضائية الإقليمية الموجودة في مدينة يزد قالت بأن الرجل قد أصيب بمرض ومات جراء هذا المرض، وليس في قضية تسمم كما ذكر في من ضمن هذه المصادر. ولكن ما هو مثير في هذا الأمر هو التفاصيل، والتفاصيل التي جاءت في شهادة الوفاة لهذا الرجل أيوب انتظاري. هذه هي شهادة الوفاة، في شهادة الوفاة ذكر هذا الرجل كشهيد، وإذا ما اقتربنا مثلا من بداية شهادة الوفاة هنا أثناء طبعا الشهادة وما هو مذكور ستلاحظون بأنه مذكور كشهيد، وكذلك الدكتور أيوب انتظاري. وبالتالي هذه الكلمة توضح بأننا قد نكون أمام شيء أكبر، قد تظهر تفاصيله بشكل أكبر عن هذا الرجل المهم للغاية. كما هو واضح الرجل ليس عالما عاديا أو موظفا عاديا أبدا كما ذكر في بداية أو في بادئ هذا الأمر عندما طبعا توفي. والمثير بهذا الأمر بأن هذا الرجل عندما تمت عملية وإعلان عملية وفاته بهذه التفاصيل كانت بعد يوم واحد فقط من عملية إعلان قضية موت لشخص آخر، وهو في فيلق القدس الإيراني وفي الحرس الثوري الإيراني كما تلاحظون هذا الرجل، وهو علي إسماعيل زادة. فجأة أعلنوا بأن هذا الرجل مات فجأة، وقالت السلطات الإيرانية بأنه أساسا انتحر وقفز من شرفة منزله بسبب أنه كان مكتئبا، وذلك للخلافات التي كانت ولانفصاله عن زوجته في الفترة الأخيرة. وعلى هذا
هذا الأساس هو أمر شخصي وانتحر هذا الرجل. ولكن بعد ذلك الأمور بدأت تأتي والتفاصيل بدأت تأتي لتغير القصة تماما. هذا الرجل تحديدا الذي ترونه أمامكم علي إسماعيل زادة تبين من التقارير التي جاءت تحدثت بأنه هو أساسا يعمل في الوحدة 840 في فيلق القدس الإيرانية التابع للحرس الثورية الإيراني. والمثير بأن هذه الوحدة أن النائب لهذه الوحدة ونائب قائد هذه الوحدة هو حسن صياد خداي الذي تمت عملية أيضا اغتياله بخمسة رصاصات أمام منزله. وهذا الرجل طبعا تبين بأنه مقرب لعلي إسماعيل زادة الذي ترونه هنا، وبالتالي هنالك ترابط كبير، الاثنان يعملون في نفس الوحدة طبعا، وكذلك أن هنالك عمليات غامضة جاءت ضدهم بهذا الشكل، وبالتالي كانت هنالك قصة مرتبطة بعلي إسماعيل زادة الذي طبعا سقط من شرفة منزله على مسافة ومن على مسافة 35 كيلومترا من العاصمة الإيرانية طهران إلى شمال غربها تقريبا في كرج. هنا كما ترون هنا كانت الحادثة بالنسبة لهذا الرجل. التفاصيل التي جاءت نشرتها طبعا إيران انترناشنال وقالت إن الرجل لم ينتحر بل إنه تم اغتياله وبعد ذلك رموه من الشرفة، وإنه لم تتم عملية اغتياله من أي طرف أجنبي أبدا، ولكن الرجل قد اغتيل من طرف معروف في الداخل الإيراني ألا وهو الحرس الثوري الإيراني على ذمة إيران انترناشنال، وهذا ما ثبتته عن هذا الموضوع. بعد وفاة العقيد صياد خدائي فإن مخابرات الحرس الثورية التي كانت تبحث عن أدلة الداخل فيلق القدس اشتبهت في العقيد علي إسماعيل زادة واتهمته بتسريب معلومات لأجهزة مخابرات أجنبية. وأضافت قررت مخابرات الحرس الثوري بعد الاشتباه بالزميل المقرب للعقيد صياد خدائي تصفيته، ومن ثم فبركت سيناريو الانتحار. الوول ستريت جورنال كانت تراقب إحدى المنصات التابعة للحرس الثوري الإيراني التي في بادئ الأمر تحدثت بأن الرجل اغتيل وبعد ذلك غيرت القصة إلى انتحار، وهذا ما ثبتته الوول ستريت جورنال. أفادت منصة إخبارية أخرى مقربة من فيلق القدس عماريون، هذا هو اسم المجموعة في منصة طبعا وفي قناة التليجرام الخاصة بهم، في البداية إنه اغتيل قبل أن تقول أنه قام بالانتحار. هذه القصة تماما نفتها إيران وقالت بأن هذا الأمر غير صحيح وأن الرجل لم يتم اغتياله أو غيرها، الرجل انتحر، وتمسكت بالقصة الخاصة بها بهذا الموضوع. وهذا طبعا الرجل الذي نتحدث عنه علي إسماعيل زادة لا زالت أموره طبعا غامضة للغاية، خاصة وأن هذا الرجل بحسب التفاصيل الإيرانية بأنه توفي أو انتحر أو قتل بهذا الشكل في 30 مايو الماضي، وهذا يعني بأنه تمت عملية اغتياله مباشرة أو عملية موته تحديدا بعد 8 أيام من حسن صياد خدائي الذي اغتيل أمام منزله كما تحدثنا في 22 مايو بهذا الشكل. وبالتالي هنالك ربط كبير جدا، وحتى هذا المهندس الذي ترونه وهو المهندس نفس المهندس الذي تمت عملية وقتل في ضربة وفي هجوم كان إلى جنوب شرق طهران في بارجين التي تأتي بهذا الاتجاه على مسافة 30 كيلومترا بطائرات مسيرة مفخخة كانت أيضا في الأسابيع الماضية وتحديدا في 27 مايو، لاحظ الأيام المتقاربة في هذه الأحداث التي نتحدث عنها، وبالطائرات المسيرة هذا الرجل اغتيل. وهذا الرجل طبعا الذي نتحدث عنه هو كان موجودا في إحدى الوحدات التي هي تابعة إلى وزارة الدفاع الإيرانية والمختصة في عمليات تطوير للطائرات المسيرة أو الطائرات الصاروخية تحديدا، عفوا للمنصات الصاروخية والبرنامج الصاروخي، ولكن تحديدا تحدثت بأن هذا الموقع هو موقع لتطوير الطائرات المسيرة. الرجل مختص في عديد من الاختصاصات بهذا الأمر. واليوم نتحدث نحن عن أيوب انتظاري هذا الرجل أيضا هو تمت عملية موته بهذا الشكل الغامض الذي نتحدث عنه في 31 مايو أي الثلاثاء الماضي بحسب الإعلان الذي جاء يوم أمس وبحسب هذه التفاصيل التي نذكرها لكم. وبالتالي تقارب هذه التفاصيل وتقارب هذه التواريخ لن يأتي من فراغ أبدا، خاصة وأن هنالك تشابها في عدد من التفاصيل. فبالإضافة إلى أن علي إسماعيل زادة وحسن صياد خدائي يعملون في نفس الوحدة وهي الوحدة 840 في فيلق القدس الإيرانية التي تحدثنا عنها، فإن هذا المهندس الذي نتحدث عنه وكذلك هذا الرجل العالم الذي ترونه هم تخرجوا من نفس الجامعة تحديدا، وهي جامعة مهمة جدا موجودة في العاصمة الإيرانية طهران تحديدا. وهذه طبعا
الجامعة هي جامعة هي تخرجوا طبعا بالدكتوراه من نفس المجال وهي جامعة تكنولوجية خاصة طبعا بكل تأكيد. بالإضافة إلى ذلك بأن هذا الرجل علي إسماعيل زادة أو تحديدا بأن هذه التفاصيل التي جاءت بهذا الشكل كان فيها أيضا ربطا آخرا بأن هذا المهندس وهذا الرجل الذي ترونه هو العالم وكذلك حسن صياد خدائي كلهم مرتبطون بالبرنامج الخاص بالطائرات المسيرة ولديهم علم تام بالصواريخ وغيرها وبالبرنامج الصاروخي، وبالتالي ليس هنالك شيء يأتي من فراغ بكل تأكيد من هذه التفاصيل التي نراها بهذا الشكل الذي ترونه. وعلى هذا الأساس كانت هنالك أيضا يجب أن ننتبه إلى أن بالحديث عن عمليات التطوير الصاروخية وهذه الاختيارات هي تأتي من ضمن عملية تطوير وعملية تفاصيل وقضية متعلقة بتطوير البرنامج الصاروخي الإيراني. هنالك تقدم في البرنامج الصاروخي وفي برنامج الطائرات المسيرة، كان هنالك تفاصيل نشرتها The Intel Lab في موقع مهم جدا هو يأتي قريبا من العاصمة الإيرانية طهران. إذا ما اقتربنا بالقمر الصناعي بهذا الشكل فهذه هي المنطقة التي ترونها طبعا بهذا الاتجاه، هذه هي العاصمة الإيرانية طهران، وهنا نقطة أخرى ومدينة يطلق عليها خجير تقريبا بهذا الاتجاه. المنطقة التي نود التركيز عليها والتي تحدثت عنها The Intel Lab في عملية اختبارات خطيرة تجري هناك هي تأتي بهذا الاتجاه، وهي تأتي طبعا إلى شرق العاصمة الإيرانية طهران على مسافة 15.3 كيلو مترا، بالإضافة إلى أنها تأتي إلى غرب خجير هذه المدينة التي نتحدث عنها على مسافة 6.9 كيلو مترا تقريبا. دعونا نقترب من هذه المنطقة لنرى ما الذي جرى ولنطلع تقريبا وتماما على هذه التفاصيل التي نتحدث عنها. وبالتالي بالاقتراب من هذه المنطقة التي ترونها، هذه هي المنطقة وهنا منصة كما ترون بهذا الاتجاه هي المنصة التي كانت فيها أحداثا تعود إلى 3 يونيو، أي قبل 48 ساعة تقريبا. هذه المنصة أساسا إذا ما عدنا إليها مرة ثانية بهذا الشكل الذي ترونه طبعا، وهذه المنصة المهمة للغاية، هي منصة حقيقة تستخدم لعملية اختبارات المحركات للصواريخ، أي محرك ممكن يريدون أن يقوموا بعملية اختباره واختبار عملية انطلاقه وغيرها والاحتراق الذي يعمل عليه والتفاصيل تأتي بهذه المنطقة تحديدا ويتتم عملية الاحتراق. وهنا جاءت الملاحظات بالنسبة إلى The Intel Lab التي نشرت هذه الصورة التي رأيتمونها الآن وهي صورة مهمة للغاية. هذه الصورة طبعا هي توضح The Intel Lab وضع مقارنة منذ 14 مايو الماضي وفي 3 يونيو قبل 48 ساعة. لنأخذ هذه الصورة، هذه الصورة هي التي تأتي قبل، طبعا هذه نفس المنصة التي نظرنا إليها، ولنذهب إلى بعد سنلاحظ أن هنالك متغيرا بهذا الاتجاه. كما تلاحظون هنالك عملية احتراق قد تمت بهذا الاتجاه، وهذا يوضح تماما بأن كانت هنالك عملية تجريب وعملية تست واختبار لإحدى المحركات للصواريخ البالستية بكل تأكيد في هذه المنطقة. وهذه القاعدة المثير بهذا الأمر عندما ننظر إليها فإنها تأتي على شكل عمودي، وعندما تأتي على شكل عمودي هذا يعني بأن هذا الاختبار كان لإحدى المحركات التي تستخدم ويستخدم فيها طبعا الوقود السائل بهذا الشكل بالشكل العمودي، التي تعمل بالوقود الصلب عادة يتم عملية اختبارها بشكل أفقي بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب الذي ترونه. وبالتالي كانت هنالك مقاطع مصورة بشكل مثير لهذا الموقع تحديدا قبل 7 سنوات وهو يقوم بعملية اختبار لمحركات الصواريخ. لاحظ كيف تتم عملية الاختبار بهذا الشكل، وهذا الاختبار هو كان يأتي لإحدى الصواريخ الإيرانية البالستية الأكثر خطورة والأكثر تطورا، نتحدث عن صاروخ شهاب 3 الذي كان يتم اختباره بهذا الشكل. وشهاب 3 بشكل مثير كانت هنالك تفاصيل متعلقة به مرتبطة بالملف أو بالأرشيف النووي الذي تم ضبطه في عام 2018، كشفت تفاصيل مثيرة بهذه الصفحة التي تلاحظونها لصاروخ شهاب 3. كما تلاحظون شهاب 3 بأن إيران كانت تعمل على عملية تطوير القنبلة النووية، وكيف نضع القنبلة النووية على هذا الصاروخ الذي يصل مدى من 1000 كيلومتر إلى 1300 كيلومتر، بعض التقارير تتحدث بأنه يستطيع الوصول إلى 1400 كيلومترا. وبالتالي من الممكن لشهاب 3 أن تكون القنبلة النووية هنا بهذا الاتجاه، وهذا هو الرأس النووي الذي يوضع على شهاب 3 وينطلق، وبالتالي تطويرات كبيرة تأتي في هذا الاتجاه. وعلى هذا الأساس ما تحدثت عنه The Intel Lab
هو يوضح بأن إيران لا زالت تختبر وتطور برنامجها الصاروخي بشكل هائل للغاية متحدية الجميع، وهذا يعني بأننا لا نتقدم على المستوى النووي فقط وإنما نتقدم أيضا على مستوى برنامج الصواريخ البالستية بهذا الشكل، وهذه تعتبر رسالة كبيرة للعالم. وقد يفسر لماذا رأينا هذه الاغتيالات التي جاءت ضد حسن صياد خدائي وضد هذا المهندس المهم في بورجين، كذلك هنا على أيوب انتظاري الذي طبعا مات فجأة بهذا الشكل، بل كانت هنالك أيضا أنباء قبل قليل قد وردتنا حول عملية موت ووفاة مفاجئة لأحد الخبراء النوويين الموجودين في منشأة نطنز قبل بداية هذا البرنامج بساعة تقريبا، وبالتالي نحن أمام عملية وفيات واغتيالات على ما يبدو بشكل غامض في ظل فترة انسداد خطيرة تمر بها المفاوضات النووية، بل إن إيران واضح جدا أنها تتعرض إلى الكثير من الضغوط. فقبل 48 ساعة كانت هنالك تقارير كما تلاحظون من إيران انترناشونال والأوساط الإيرانية بأن مطار الإمام الخميني الدولي قد تعرض إلى عملية اختراق خطيرة جدا إلى إحدى الأنظمة المرتبطة طبعا والنظام الرئيسي بالجوازات، وبالتالي توقفت العديد المئات من هذه الرحلات التي ترونها، وكذلك كانوا المسافرين واضطروا المسافرين أن يبقوا لساعات طويلة أن يقضوا الليلة تماما في هذا المطار من أجل أن ينتظروا رحلاتهم وأن يعود السيستم والنظام مرة أخرى بهذا الشكل. بل بالإضافة إلى ذلك هذا الاختراق هو يأتي بعد ساعات وبعد قد يكون يوم أو يومين من عملية اختراق ل5000 كاميرا في العاصمة الإيرانية طهران بهذا الشكل. كل المقرات نظروا إليها، كانت التقارير تتحدث بأن هذه الكاميرات هي تراقب العديد حتى من المناطق وحتى مقر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وغيرها بحسب هذه التقارير. هذه كانت طريقة الاختراق واللحظات الأولى للاختراق التي ترونها الإلكتروني، وبالتالي الضغط عالي جدا ويأتي في ظل انسداد للمفاوضات النووية بشكل هائل للغاية. وبوريس طبعا وهذا الرجل بوريل تحديدا جوزيف بوريل وهو الرجل المهم المرتبط في قضية المفاوضات النووية، الرجل وضح في تغريدة خاصة له متحدثا بأنه تحدث مع أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني المهم للغاية، قال بأن الأمور وصلت إلى لحظات صعبة للغاية وبأن الفرص بدأت تصبح صعبة للعودة للاتفاقية النووية، ولكن يجب أن نفعل ويجب أن نعمل على extra efforts على جهود أكبر من أجل إنجاح هذه المفاوضات النووية. وقد يعني هذا الضغط بشكل أو بآخر نجاح المفاوضات النووية، وقد يعني فشلها أيضا، ولا نعلم ما الذي سيجري وكيف لهذه الضغوط أن تغير من طبيعة ما ممكن أن يأتي على المستوى السياسي بكل تأكيد. إذن